مدعين على البرلمان من داخل مجلس النواب نتابع اجتماعات اللجان هنا بالمجلس. وبالفعل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم بتعقد اجتماع للحديث حول تجديد الخطاب الديني. وفي هذا الصدد للقاء السيد النائب أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية. أولا برحب بحضرتك. أهلا بك ومرحبا. أهلا بك يا سيادة النائب. خلينا نتكلم في البداية نعرف الناس إيه اللي حاصل والنهاردة هذا الاجتماع عن تجديد الخطاب الديني، إيه الجديد المفروض الاجتماع يطلع بيه النهاردة بإذن الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الاجتماع اجتماع تشاوري بين السادة العلماء وبين أهل الاختصاص من كل علم من العلوم، علماء النفس. هذا الاجتماع من أجل تجديد الخطاب الديني الذي دائما ما يذكرنا به السيد رئيس الجمهورية. ومعنى كلمة تجديد الخطاب الديني معناها أن احنا علينا أن نظهر محاسن الدين الإسلامي التي ضاعت في طيات هذا الزمن. الدين الإسلامي دين وسط، دين معتدل، دين ليس فيه مشقة ولا عسر، دين قائم على المحبة والمودة مع أنفسنا ومع غيرنا من العقائد الأخرى. كل هذه الأشياء لابد أن تظهر للعالم كله. دين سمح، دين فيه العدالة، دين فيه المساواة، دين فيه المحبة، دين فيه الإخاء. فلابد أن نظهر هذه الأشياء للعالم بأجمعه حتى يعلم أن الدين الإسلامي الصحيح الوسطي هو الدين لا يعرف التطرف ولا يعرف التشدد ولا يعرف التكفير ولا يعرف قتل الأنفس على الإطلاق. هذا هو الدين الإسلامي. فالنهار الحقيقة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف دعت لهذا المؤتمر من أجل أن نضع قواعد وأسس ونخرج بقى من دائرة الكلام المستفيض إلى دائرة العمل التطبيقي.